إذن مشاهدينا، تحدث عن قطاع الطاقة كيف سيتأثر باستمرار أسعار النفط بالتراجع وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، خاصة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين. لكن ماذا عن عمليات الشركات التي تستثمر في أسواق مختلفة في مصر، في كردستان؟ ماذا عن مستقبل الاستثمارات هنالك وهل ستتأثر بتراجع أسعار النفط؟ معي في هذا اللقاء السيد باتريك أولمان وورد، وهو رئيس التنفيذي لشركة دانا غاز. Welcome in CNBC Arabia. I go to the oil price. فلنتحدث عن أسعار النفط. برأيك إلى أي مدى تتأثر اليوم دانا غاز باستمرار أسعار النفط بالانخفاض؟ دانا غاز منكشفة على أسعار النفط المتدنية، ولكن لحسن الحظ تتمتع بالتحويط الكافي كونها شركة منتجة للغاز، حيث أن 90% من إنتاجنا هو من الغاز و10% من السوائل والغاز المكثف والغاز النفطي المسال المستخرج من الغاز، و40% من القيمة المستخرجة للمنتجات التي نقوم ببيعها تشكل مكونات السوائل التي ننتجها. لذلك نحن نتأثر بانخفاض أسعار النفط على غرار الآخرين. إذا أنتم تركزون أكثر على الغاز الذي يشكل 90% من منتجاتكم، لكن ماذا عن موقعكم الجغرافي لدانا غاز؟ فأنتم تستثمرون في كل من مصر وأقليم كردستان. ما هي أحدث التطورات التي حصلت في مصر وأقليم كردستان اليوم؟ Well, in terms of Egypt, we continue to maintain our production. In fact, as you may recall, نحن نحافظ على مستوى إنتاجنا في مصر، وكما تعلمون كنا قد توصلنا إلى اتفاقية جديدة مع الحكومة المصرية عرفت باتفاقية تحسين إنتاج الغاز، وشكل هذا فرصة لنا لنستثمر من جديد في مصر، ونحن قد أطلقنا دورة إعادة الاستثمار هذه، ونخطط لاستثمار نحو 355 مليون دولار في رأس المال الإنفاقي في حفر الآبار وتطويرها ومنشآتنا الأخرى الموجودة هناك. هذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من أصولنا القائمة في مصر. أضف إلى ذلك، نحن لدينا بعض عمليات الاستكشاف، ونحن متحمسون جدا لحفر بئر غاز في شهر إبريل بشراكة مع بي بي بصفتهم شريكا ومشغلا، وهم سيقومون بتشغيل هذا البئر، وستظهر النتائج بحلول شهر أكتوبر. نحن نستثمر في مصر بطريقة عكس الدورة الاقتصادية، حيث أن أغلبية الصناعة عالميا في ظل انخفاض أسعار النفط تقلص من استثماراتها، ولكن نحن نزيد من استثماراتنا في مصر بناء على الاتفاقية التي كنا قد أبرمناها مع الحكومة، فإن أي ارتفاع في إنتاج السوائل سيكون نتيجة لهذه الاستثمارات الجديدة، وسنصدر هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. وبالنسبة لنا تعتبر هذه طريقة جيدة تسمح لنا بالتأكد أن نتائج زيادة استثماراتنا ستكون نقدية. Way in which we can be sure that that the results of our increased investments will be monetizable and return hard cash. يبدو أنكم مسرورون بالعمل في السوق المصري وتنظرون إلى مستقبل واعد هنالك، ولكنكم في نفس الوقت تعملون بجهد ولا تحصلون على أموالكم بالمقابل. إلى أين سيؤول هذا الموضوع؟ Well, it is frustrating. هذا محبط بالطبع. نعم، لقد أخذنا القرار بالقيام بتلك الاستثمارات. إذا ما كنا نتحدث عن المدى البعيد، فأنا متأكد بأن الاقتصاد المصري سيكون قويا، ولكن عن المدى القصير فما من شك بأننا أمام تحديات اقتصادية كلية تواجهها الحكومة، وأنا أعي هذه التحديات وأتعاطف معهم، ولكن كنا قد وضعنا دورة استثمار في مصر تهدف إلى زيادة الإنتاج، وهذا ما تحتاجه مصر حكومة وشعبا. ولكن من الواضح، وكما يفعل جميع المستثمرين من القطاع الخاص، عندما نستثمر نتوقع الحصول على مدفوعاتنا، والعام الماضي كان مخيبا للآمال قليلا بالنسبة لنا. وأكرر، نحن نعي الصعوبات والتحديات التي تواجهها الحكومة، ولكن إذا ما أردنا أن يكون برنامجنا للاستثمار كما هو مخطط له، فنحن نتوقع أن نحصل على مدفوعاتنا مقابل هذه المنتجات التي نسلمها. بكم تدين لكم مصر؟ تصل قيمة الفواتير التي قدمناها لليوم للحكومة المصرية والتي لم يتم دفعها بعد حوالي 250 مليون، 150 مليون منها استحقت وتخطت مدة 90 يوما للدفع بعد تقديم الفواتير.
لم يعد الأمر سراً، الجميع يتحدث عن أن دانا غاز ستخفض عدد الوظائف في الشركة بنسبة 40%، ولا أعرف إذا ما كان السبب وراء ذلك هو أنكم لم تحصلوا على أموالكم النقدية من الاستثمارات التي قمتم بها هنا وهناك. هل هنالك سبب آخر لهذا التخفيض؟ عندما تنخفض أسعار السلع بنحو 75% في فترة ما بين 12 إلى 18 شهراً في أي صناعة، فستضطر هذه الصناعة إلى إعادة النظر في تكلفتها وتعمل على تقليصها حيثما أمكن. عملنا في السنوات الثلاث الماضية على إعادة النظر في كلفتنا التشغيلية، حيث حرصنا على تخفيض هذه التكلفة تدريجياً بنسبة 20 إلى 25% على أساس سنوي من دون إحداث تغييرات جذرية في هيكلة الشركة. ولكن وصلنا في نهاية العام الماضي إلى مرحلة قد اضطررنا فيها أن نعيد النظر في الهيكل التنظيمي للشركة، ولسوء الحظ هذا يعني تخفيض عدد الموظفين على عدة مستويات. فلننتقل الآن لنتحدث عن بعض المواضيع المعقدة بعض الشيء. كنتم أول شركة من القطاع الخاص تدخل الاستثمار في إقليم كردستان العراق، وكان أداؤكم جيداً، ولكن تظهر بعض التعقيدات هنالك. برأيك إلى متى ستبقون في كردستان؟ Well, we'd like to stay for the duration of our contract, which is 25 years, and with extension on top of that. نرغب بأن نبقى هناك طول مدة عقدنا وهي 25 سنة قابلة للتمديد. كنا أول من دخل إقليم كردستان، ونحن ننتج منذ عام 2011 بقدرة إنتاجية كاملة وفقا للمرحلة الأولى من تطويرنا لبنيتنا التحتية، أي 320 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا و 15,000 برميل من المكثفات و 800 إلى 900 طن من الغاز النفطي المسال. وقد تمكنا من الحفاظ على هذه المستويات من الإنتاج بغض النظر عن الوضع الأمني. بالطبع نحن نولي أهمية كبرى للجانب الأمني، ونحرص باستمرار على ضمان سلامة موظفينا ومنشآتنا، ولكن على الرغم من التهديدات الأمنية حافظنا على التزامنا بالإنتاج في إقليم كردستان. And committed to producing in the Kurdistan region. إيران تعود إلى السوق من جديد. برأيك هل ستنافس إيران دانا غاز على الاستثمارات في الأسواق المختلفة؟ Well, clearly Iran represents a fantastic opportunity. Iran has a huge amount of oil potential still, particularly with respect to enhanced oil recovery. ما من شك أن إيران فرصة جيدة للاستثمار فيها، كونها تملك كمية كبيرة من النفط وثاني أكبر احتياطي غاز في العالم بعد روسيا. ولكن من المهم الأخذ بالاعتبار نقطتين: أولا، ما من جدوى بالذهاب إلى إيران وتنفيذ المشاريع هناك والنفاذ إلى الموارد في حال لم نتمكن من جني الأموال كمستثمرين من القطاع الخاص. فعلى الشروط والأحكام في عقود الاستثمار في قطاع النفط أن تكون جذابة بما يكفي للمستثمرين من القطاع الخاص. ثانيا، المخاطر. نحن كدانا غاز شريك في مشروع استثماري مشترك تم إطلاقه في بداية العقد الماضي لاستيراد الغاز الإيراني، حيث كان من المفترض إنتاج الغاز في إيران واستيراده إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكنا قد جهزنا خط الأنابيب لذلك، وكان من المفترض أن نباشر في عام 2005 بعملية التشغيل، ولكن لم يصل الغاز أبدا. ونحن اليوم في قضية تحكيم، حيث تم التأكيد بأن العقد المبرم قانوني وملزم، وأن الطرف الإيراني لم يكن بشروط هذا العقد بمجرد عدم تسليم الغاز بعد إنتاجه منذ عام 2005، أي منذ 10 سنوات. إيران تصدر الغاز أيضا إلى تركيا، وهم أيضا دخلوا في عملية تحكيم مع الحكومة التركية لعدة أسباب. برأيي أن أي مستثمر أجنبي مباشر قبل الدخول في أي عملية استثمار وفي أي دولة لابد أن يعود إلى سجلها التاريخي من حيث احترامها لشروط العقد وسيادة القانون. وعندما نكون أمام قضيتي تحكيم كما هو الحال، فما من شك بأن هذا سيخفف من حماس المستثمرين من القطاع الخاص الاستثمار في تلك الدولة. Turkish government, think the enthusiasm that the private sector has in doing business in those countries. ليست المرة الأولى التي تعملون فيها مع الحكومات. لا أعرف ما إذا كانت تجربتكم جيدة أم لا. فنحن جميعا ندرك أن الشراكة بين هذين القطاعين، أي العام والخاص، تكون مبنية على العوائد الجيدة لهذا الاستثمار. برأيكم أين تكمن فرص العمل والاستثمار مع أي من حكومات العالم بالنسبة لكم كشركة دانا غاز؟
Well, we've just started startup in production of our offshore gas field in the UAE. In fact, the gas field's located. لقد باشرنا للتو بتطوير إنتاجنا من الحقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة في عجمان والشارقة، وبدأنا إنتاج النفط من هذا الحقل مؤخرا. من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة دولة تتوفر فيها كل العناصر التي سبق وذكرتها، وهي ضرورية لنجاح أي استثمار أجنبي خاص. لذلك نحن ننظر في كيفية زيادة أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نبحث باستمرار عن الفرص التي تجمع كل العناصر الداعمة للاستثمار الجيد ونركز عليها في المنطقة. فلننظر قليلا إلى المستقبل القريب لشركة دانا غاز. ماذا عن الربع الأول لهذا العام؟ ما هو التقدم الذي ربما ستحرزونه كشركة تعمل في قطاع الطاقة؟ هل ستقوموا بخفض الإنفاقات أو هل ستحققون على الأقل نقطة التعادل؟ وماذا بعد الربع الأول؟ We continue to look at our cost base on a continuous basis going forward. So every company. إننا مستمرون وماضون قدما في البحث في وتيرة التكلفة لدينا وعلى أساس مستمر، إذ ينبغي على كل شركة القيام بذلك، ولا سيما حينما تكون الأسعار على الحال التي هي عليه الآن. وأريد التنويه إلى أن لدينا استثماراتنا التي تزيد من حجم الإنتاج الفعلي في مصر، كما نتوقع أن يزيد الإنتاج ويرتفع في الربع الأول من العام الحالي وعلى مدى ما تبقى من العام. لذا أعتقد بأن مستقبل الشركة يبدو واعدا وجيدا حينما يتعلق الأمر بالإنتاج. أما السؤال الحاسم لنا جميعا فيتعلق بأسعار النفط وإلى أين ستتجه في الأيام المقبلة، ولدي في هذا الموضوع وجهة نظر تفاؤلية، إذ رغم اعتقادي بأنها ستواصل ضعفها في النصف الأول من هذا العام، إلا أن العرض والطلب سيبدأان بالعودة إلى التوازن في الربع الثالث من العام الحالي، ثم سنرى ردة فعل إيجابية بحلول الربع الرابع حينما تبدأ الأسعار بالارتفاع في نهاية العام. Thank you very much. My pleasure. Thanks very much indeed.